السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في كورس الأكاونتنج فور كوربريشن في فيديو شابتر 3 بعنوان نان كارنت لايبيليتيز بارت 2. وفي الحقيقة هو مش بارت 2 قوي، يعني لأن كل اللي هتشرح نقطتين صغيرين جدا ما كنتش شارحهم في السمر وعلينا دلوقتي وهشرحهم. إيه هما النقطتين؟ هما ببساطة ديترمايننج ذا ماركت فاليو أوف اللي هما بيبقاش مديني الايشوينج برايس في السؤال، وتاني نقطة اللي هو بوند ايشو بتوين الانترست ديت. بس قبل ما ندخل في الموضوع دوت برضه عايز أقول لك حاجة مهمة. أول حاجة، بس لو أنت ما كنتش عارف إن النقطة اللي هي اسمها ريتارمنت أوف بوند بفور الماتشورتي ديت ملغيه واتفرجت عليها، فهي لا خلاص يعني هي ملغيه، تمام؟ اللي هي بدأ من ساعه ودقيقتين، ريتارمنت اوف بوند بفور الماتشورتي ديت ملغيه، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، شفت المنظر الانتري بتاعت الايشونس ديت؟ شايفها كده اهي، استنى اجيبها لك هنا. اهي شايف الانتري بتاعت الايشونس ديت هتتغير، لان انا هنا اعملها بناء على الكتاب، يعني انا في الفيديو اعمله بناء على الكتاب، بس احنا عندنا في المحاضره بناخدها بطريقه تانية. بس اطمن يعني مش بتاثر على اي حاجه بعد كده، هي مجرد بس في الايشو دي يعني تغيير بس في الانتري، بس مش بتاثر على اي حاجه بعد كده، يعني مش مترتب عليها اي تغيير بعد كده. طيب ايه هو بقى التغيير؟ ببساطه احنا كنا في الاول مالناش دعوه احنا بريميوم او ديسكاونت، طبعا انا بكلمك دلوقتي بناء على انت فاهم شفت الفيديو الاول، تمام؟ مالناش دعوه ايه بريميوم او ديسكاونت، كنا بنعمل الانتري نشوف الكاش اللي جالنا قصاد بوندز بيبل على طول من غير اي حاجه. هنا بقى هنعدل حاجه بسيطه بس في الانتري، هنا الكاش اللي جالنا هنا في السؤال كام؟ بص كده اهو 2,154,444، دوت الكاش اللي فعليا ده اللي انا مسكته في ايدي، تمام؟ طيب البوندز بيبل اصلا كان الفيس فاليو بتاعتها كام؟ 2 مليون، هي دي اللي هتسجل بيها بوندز بيبل 2 مليون، تمام؟ طيب الديفرنس ما بينهم هيتسجل ازاي؟ بص اهو بريميوم اون بوندز بيبل بالديفرنس ما بينهم اللي هو 154,000. طيب تعال نشوف سؤال تاني. على فكره كل الاسئله ديت انا كنت شارحها في الفيديو، انا بس ايه بعدل لك الانتري وديت اللي هتمشي عليها طول الشابتر، بس وزي ما قلت لك ما بتاثرش على اي حاجه بعد كده. طيب تعال نشوف السؤال هنا، قال لك ايه؟ البوند ايشود ب 3,300,000، والفعليا الفلوس اللي جت له الايشوينج برايس حسبته عشان كان مديني برسنتج، حسبته طلع معايا كام؟ 324,333. بس كده اخد الايشو برايس دوت احطه كاش واحطه قصاد بوند بيبل من غير اي حاجه. طيب ايه بقى الاختلاف الجديد؟ تعالى هشوف ايه الكاش اللي جالي 324,000. طيب البوندز الفيس فاليو بتاعت البوندز بكام؟ كانت 300,000، خلاص احط دوت ديبت وده كريدت. طيب الديفرنس ما بينهم ال 24,333 ديت هتتسجل فين؟ اهو بريميوم اون بوندز بيبل، تمام؟ ده لو بريميوم. طيب لو ديسكاونت نفس الكلام، انا هنا الايشو برايس بتاعي كان كام؟ 776,000، صح؟ حطيته كاش وقصاد بوندز بيبل من غير اي حاجه. طيب هنا بقى لا الكلام هيتغير، الكاش فعليا اللي جالي كام؟ 776,000. طيب الفيس فاليو بتاعت البوند كام؟ قالها لي فوق اهو 800,000. الديفرنس ما بينهم اتحط فين؟ ديسكاونت اون بوندز بيبل في الديبت، في الديبت بريميوم كان في الكريدت، تمام؟ وهنا برضه نفس الكلام، الايشوينج برايس كام؟ 460,000 حطيته. طيب دي خلاص القديمه مالناش دعوه، الجديده بقى هتبقى عامله ازاي؟ ال 460,000 ده فعليا الكاش اللي جالي قصاد البوندز بيبل اللي هي الفيس فاليو بتاعتها، والديفرنس ما بينهم هيبقى ديسكاونت ان بوندز بيبل. طيب ده كان بس تعديل بسيط، وزي ما قلت لك مش بتفرق على اي حاجه بعد كده في باقي السؤال. ايه بقى الجديد اللي عندنا هنا؟ Determining the market value of bond والبوند issued between interest date. ماشي، اعذروني بقى الصراحه انا مش عامل ماتيريال، يعني انا هشرح يا دوبك بس على اهو على البي دي اف بتاع الدكتور، لان الوقت يا دوبك يعني الصراحه. طيب خلينا نشوف السؤال بيقول ايه. هنا بقى فكره الماركت فاليو اوف بوند ديت ايه؟ مش احنا في السؤال مثلا زي اللي هنا اهو مدي لك ايه الفيس فاليو 2 مليون، تمام؟ والايشوينج برايس 2,154,444، صح؟ مديك الايشوينج برايس. بص بقى هنا في السؤال مديك الفيس فاليو اهو 1000. طيب ها فين الايشوينج برايس؟ مفيش الايشوينج برايس، انت اللي هتجيب الايشوينج برايس. طيب هجيبها ازاي بقى؟ هي ديت الفكره. تعال نقرا، قال لك ايه؟ عندنا شركه بتدي 10% كوبون انترست بوند، تمام؟ على كام؟ 10 سنين، والفيس فاليو بتاعتها كام؟ 1000، تمام؟ مفيش مشكله لحد دلوقتي. طيب بيقول لك بقى ريكوايرد ريت اوف انترست 12%، 12% وبيد انولي، خلي بالك قوي من انولي ديت، هي ديت الفكره بتاعت السؤال كله. طيب خلاص عرفنا الكلام ده، ايه بقى المطلوب؟ بيقول لك فايند اوت ذا فاليو اوف ذا بوند، عايز الفاليو بتاعت البوند. ماشي، اول حاجه تعملها او الفاليو اوف بوند هي الايشو برايس، هي يعني مش تفرق، تمام؟ طيب اول حاجه تعملها في السؤال دوت هتجيب الانترست اكسبنسز. انترست اكسبنسز كنا بنجيبها ازاي؟ الفيس فاليو في الكوبون انترست، كوبون انترست بوند بتاعته. طيب يعني بص 10 1000 في 10% طلع لي ايه؟ 100. 100 ديت الانوال انترست، ديت الانترست اكسبنسز اللي بتدفع كل سنه، صح؟ عشان احنا قلنا ايه؟ انوالي مش سيمي انوالي، تمام؟ لحد هنا كده مفيش مشكله. حلو، تعال بص بقى كده ارجع هنا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الايشو برايس ايكوال البريزنت فاليو اوف فيس اماونت وبريزنت فاليو اوف انترست بيمنت. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ طيب
البوند عندي مكون من حاجتين، القيمه الفعليه بتاعته الفيس اماونت بتاعته، والانترست بيمنت اللي بيدفعها كل سنه او كل 6 شهور. تمام، طيب تعال نشوف هنجيب الفيس اماونت ديت ازاي. بص، مش هنا هو قال لك ان البوند بتاعنا 10%؟ بص مبدئيا كده ال 10% دي كده خلاص جبنا بيها الانترست اكسبنسز ومش هنستخدمها تاني في السؤال، خلاص استخدامها خلص معانا، كل استخدامنا بعد كده مع الماركت ريت. تمام، قال لك البوند 10% وانوالي والانترست بتاعته 12%، صح؟ بص كده بقى الجدول دوت، الجدول دوت بقى اللي هنشتغل عليه، الجدول اسمه بريزنت فاليو اوف 1. ايه 1 ديت؟ دي 1 ديت معناه ان هو ايه؟ هيدفع يعني مره واحده، مش الدفع اللي هو الانترست، لا الريبيمنت بتاع البوند كله هيتسد مره واحده بس في اخر المده بتاعتنا اللي هي بعد 10 سنين. طيب مفيش مشكله. قال لك بقى ايه؟ البرسنتج، سوري، البرسنتج بتاعتنا كام؟ 12%. تمام، الجدول دوت، الجدول دوت زي ما اتفقنا بريزنت فاليو اوف 1 هو دوت الجدول بتاع الفيس اماونت. تمام، وقال لك البرسنتج بتاعتنا 12%، مبدئيا كده احنا هندور في العمود دوت كده بتاع ال 12%. تمام، البيريود بتاعتنا قد ايه؟ مش هو هنا قال لك 10 سنين، صح؟ 10 years. حلو قوي، خلاص فين ال 12% اهيت، فين 10 سنين اهي، فين هيتقابلوا، فين هيتقابلوا؟ هنا اهو 0.32167. طيب تمام، هعمل ايه بالرقم دوت؟ خليه على جنب دلوقتي هنستخدمه. طيب كده احنا جبنا اول حاجه اللي هي الفيس اماونت. طيب عايز اجيب الانترست بيمنت، هجيبها ازاي؟ سهل، هنا هو قال لك ايه؟ الانترست تدفع برضو 10 سنين في وانولي، انولي يعني كده هندفع انترست كام مره؟ ها، هندفع 10 مرات انترست بس، صح؟ لحد هنا كان فيش مشكله. طيب البرسنتج بتاعتنا كام؟ 12%. هيديك جدول تاني، خلي بالك الجدول دوت بيبقى جيفن. تمام، هيديك جدول تاني اسمه بريزنت فاليو اوف انويتي اوف 1. في الاول قال لنا برسنتج 12%، صح؟ مبدئيا كده احنا هندور في العمود دوت كده بتاع ال 12%. حلو، هندفع كام مره؟ مش قال لك 10 سنين وانولي؟ يبقى هندفع 10 مرات بس. يبقى فين اهي عند الحتة دي كده اللي هي 5.65022. تمام، خلاص كده عرفنا ان البريزنت فاليو اوف انويتي دوت ده اللي بنجيب منه، اهو ارجع لك هنا تاني، ده اللي بيجيب منه ايه؟ الانترست بيمنت. والجدول التاني دوت اللي بيجيب منه ايه؟ الفيس اماونت. خلاص جبناهم وحطيناهم على جنب، ها هنعمل بيهم ايه بقى؟ اهم هم دول الارقام. خلاص سهله، يلا بقى نحدد الماركت برايس. مكون من ايه؟ قلنا الفيس اماونت والانترست بيمنت. طيب الفيس اماونت عندنا بكام؟ ب 1000. تمام، وايه البرسنتج بتاعتها كانت كام؟ 0.0322 واختصرها هنا يعني. تمام، اضربهم في بعض طلع لنا كام؟ 322. خلاص حلو. طيب الناحيه الثانيه بقى الانترست بيمنت كام؟ مش احنا جبنا انترست اكسبنسز كان ب 100، صح؟ اضربها في الرقم اللي جبناه من التيبل اللي هو ايه دوت. حلو، هيطلع لك كام؟ 565. اجمعهم على بعض طلع لك الايشوينج برايس بس كده. ده لو ديسكاونت. طب لو بريميوم نفس الكلام برضه اهو. بص البريميوم عندك 8% الماركت ريت وعلى 10 سنين وانولي، صح؟ يبقى احنا كده خلاص هندور في العمود بتاع 8% اهوت و10 مرات 10 سنين انولي، يبقى البيريد عندي 10، يبقى اهو 8% و10 اهي الرقم دوت كده هو دوت البريزنت فاليو. طيب عشان اجيب البريزنت فاليو بتاعت الانترست بيمنت نفس الكلام برضو 8% و10 مرات البريود يعني بتاعتي 10، بس هدور بقى في التيبل بتاع بريزنت فاليو اوف انيوتي اوف 1 اهو، فين 8% و10 اهو عند الرقم دوت. بس كده هجمع الاثنين على بعض وهيطلع لي 1143 دوت لو انوال. طب لو سيمي انوال فيها فكره برضو، لو سيمي انوال هتبقى عامله ازاي؟ بار فاليو مليون، ما اعرفش الايشو برايس، الانترست ريت 10%، الماركت ريت 12%. وبص بقى هنا سيمي انوال، سيمي انوال تمام، هيقعد معايا قد ايه؟ 5 سنين. طيب ركز معايا هنا بقى كده، بص مش احنا قلنا اتفقنا ان هي سيمي انيوال، صح؟ و5 سنين معنى كده ان انا هدفع انترست كام مره؟ ها 5 سنين في 2 هتبقى كده كام؟ 10 مرات، هدفع الانترست 10 مرات على طول الفتره بتاعت البوند، صح؟ تمام 10 مرات، والماركت ريت عندك 12%، صح؟ عشان احنا هنا بقى سيمي انوال هتعمل ايه؟ شفت ال 12% ديت وهي سيمي انوال؟ هتقسمها نصين، 12% ديت هتبقى 6%. ازاي؟ مش فاهم يعني. مبدئيا كده لما تيجي تدور هنا في ده الجدول بتاع البريزنت فاليو مش هتدور عند ال 12%، لا عشان هي سيمي انوال هتدور على 6%. تمام، 6% وكان 5 سنين وسيمي انوال يعني 10 مرات، البيريود بتاعتي 10، صح؟ تعالى هنا عند 6%، تعالى هنا عند 10، اهو الرقم دوت كده 5 5 8 3 9. تعالى نتأكد كده،
اهو 5 5 8 3 9 دي الباور فاليو بتاعت البوند. طيب بتاعت الانترست، الانترست هجيبها ازاي؟ نفس الكلام هقسمها نصين، هتكتبوا للتاني 6% و10 مرات 7 3 6 0 0 9. بص كده اهو 7 3 6 0 0 9، ضرب البار فاليو ديت في الاماونت طلع له 558 في 390، دي البريزنت فاليو بتاعت البوند. والانترست ضرب ال 50000 ديت اللي هي انترست اكسبنسز، اللي هي جبتها منين؟ اهو مليون في 10% في نص، عشان هو قال لك ايه سيمي انوال، طلع لي الانترست 50000 تمام، ضربتها في 7 3 6 0 0 9 طلع لي البريزنت فاليو بتاعت الانترست، وفي الاخر طلع عندي ديسكاونت ب 929395 دوت الايشوينج برايس. طيب ده الموضوع الاول اللي قلنا نتكلم عليه. طيب الموضوع التاني ايه هو؟ بيقول لك البوند ايشود بتوين انترست ديت، يعني عندي بوند الديت بتاعه يوم 1 يناير تمام. طيب انا عملت له ايشوينج امتى؟ هل في 1 يناير؟ لا، انا عملت له ايشوينج في 1 مارس. ايه ده؟ طب كده وهي سيمي انوال، طيب يعني انا كده المفروض بدفع انترست كل 6 شهور، بس كده في شهرين، في شهرين اهو، يعني هدفعهم ازاي الشهرين دوت؟ او ايه مسار، يعني ايه مصير الشهرين دولت؟ تعال نشوف. قال لك عندنا في 1 مارس 2014 الشركه عملت ايشوينج ل 10 يير بوند. الديت بتاعه، بص الديت بتاعه كام؟ 1 يناير، يعني هو البوند الديت بتاعه 1 يناير، بس احنا عملنا له ايشوينج امتى؟ يوم 1 مارس. البار فاليو بتاعته 800، والانترست ريت بتاعه 6% وسيمي انيوال. اعمل لي الاشوانس، الانتري بتاعت الاشوانس هتتعمل ازاي؟ الموضوع ده بكل بساطه فكرتها ايه؟ مش انا قلت لك احنا عندنا شهرين الانترست بتاعتهم ما اتدفعوش، واحنا المفروض ندفع الانترست بتاع 6 شهور صح؟ طيب بسيطة، هعمل ايه؟ الراجل اللي هيشتري منه البوند هقول له والله انا هاخد منك حساب الشهرين دولت تمام، وهرجعهم لك تاني في لما اجي ادفع لك الانترست. ايه ده؟ ازاي؟ ليه كده؟ ما احنا اتفقنا بقى خلاص ان الانترست لازم تدفع كل 6 شهور تمام، ومش هينفع اديله 4 شهور ولا اول شهرين خلاص راحوا عليك. لا انا هاخد منه، بص اهي الانتري كاش 808000. ايه ده؟ طب انا عامل له ايشوينج اصلا ب 800000، جت منين ال 8000 التانيين ديت؟ اهو قال لك انترست اكسبنسز على الشهرين اللي فاتوا دولت اللي هو يناير وفبراير. بص 800000 في 6 اللي 6% اللي هي البرسنتج بتاعتنا، في 2 على 12 عشان احنا هناخد شهرين بس، هناخد حساب الشهرين دولت من اللي هيشتري البوند تمام، نقول له والله هات 8000 جنيه، وفي الاخر بقى لما نيجي ندفع الانترست اكسبنسز بتاعتنا هنرجعهم له تاني اهو زي هنا كده. بص رجع له ايه؟ الانترست بتاعته تاني كامله. وعلى فكره هنا ممكن تبقى انترست اكسبنسز او انترست بيبل عادي مش هتفرق، بس دي كانت الفكره كلها. عايز الخلاصه؟ الخلاصه ان انا هاخد الحساب بتاع فرق المدة ما بين الاشوينج والديت بتاع البوند، بس كده بتاخد حسابهم وبترجعهم تاني في اول انترست بيمنت بس. وبكده نكون خلصنا.